الا كاين شي حزب ما يحتاج يدير الحمله الانتخابيه واحد بعد 2008. علاش؟ لان هذا الحزب يعرفه الناس كما يعرفون ابنائهم. باش يبقى المشروع ديال الاصلاح وتبقاو يبقاو المنتخبين كيشرفوا الساكنه، يبقاو المنتخبين هازين الاعلام ديال 800 ما دينهم الجميع وكيتعاونوا مع الجميع، ولكن ما كيبيعوش الضمائر ديالهم، ما كيبيعوش 800 في السوق ديال السياسويات الخاويه، ما كيخدعوش الالاعيب اللي كتضرب الوطن واللي كتضرب البلاد واللي كتضرب صوره الاداره واللي كتضرب صوره العلاقات. وراه مازال الوقت للكلام المفصل، ولكن اليوم هذه المحطة هي محطة رمزية عالية الرمزية باش يخرجوا الناس نهار 7 يناير إن شاء الله باش يؤديوا الواجب ويدلوا الأصوات ديالهم من أجل أن يستمر مشروع إصلاح ويستمروا إرادة الإصلاح. البلاد كتعاون باش تنفع البلاد وتخدم البلاد وترتقي بالبلاد، وإن شاء الله غنكون دائما ان شاء الله على العهد وفي الموعد. ما غنبيعوا، ما غنشريوا، ما غنخافوا، ولكن ايضا ما غنديروش المعارك الفارغه. وان شاء الله يوم 7 ان شاء الله يناير يوم الخميس المقبل بحول الله يكون واحد الانتصار رمزي سياسي للجميع، ديال انتصار اراده الاصلاح على العرقله وعلى البؤس التنموي وعلى البؤس السياسي. بلادك تستحق دائما نكونوا في الموعد باش نرفعوا لها راسها ونهزوا بها وما نطيحوش بها.